مرضي باللي بتشوفه في كأس أمم أفريقيا، ولا حالتك النفسية والمزاجية عاملة إزاي؟ انا مرضي بالبطوله ككل، مرضي بالبطوله كبطوله فيها مفاجآت كتيره، وده الكلام اللي كان متوقع. اللي كان بيعتقد ان الفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره هي ليها هيكون لها الباع وليها اليد العليا. اليد العليا في البطوله واهم مع الاسف، او مش متابع القاره الافريقيه وتطور الكره في افريقيا. ومع الاسف الشديد احنا تبع المنتخبات اللي لم تظهر اي تطور عليها من خلال السنوات اللي فاتت. يعني احنا 7 بطولات، الكاميرون 5 بطولات، غانا 4 بطولات، نيجيريا، نيجيريا هي الوحيده اللي محافظه على 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 سماتها في البطوله دي تحديدا. لكن تلاحظ ان كل المنتخبات العريقه لم تظهر بالشكل المناسب. صحيح، المنتخبات اللي حصلت على البطوله اكتر من مره لم تظهر بالشكل المناسب. ليه؟ لان مع الاسف الشديد العيب فيك وبنسبه كبيره، والتطور الهائل اللي حاصل في المنتخبات الصغيره ده يعني تطور مذهل. انا قبل البطوله كنت مع حضرتك واتكلمنا في جزئيه بسيطه، قلنا ان الكبار هيعانوا مع الصغار في هذه البطوله، حصل الكلام. وليس هناك فريق الان صغير وفريق كبير، الكل على رأس المساواة. احنا مندهشين ليه؟ مندهشين لان التطور مذهل، التطور يعني الرأس الاخضر. هل في حد في الدنيا من سنتين او من سنة او من 6 شهور او من 7 شهور كان يتخيل ان الرأس الاخضر هيكون ليها عامل كبير جدا في تأهل المنتخب المصري ام لا، صحيح، وتحتل المجموعة الاولى؟ صحيح، مستحيل، صحيح. مستحيل. ولا هل كان حد يتوقع ان احنا على بال. هل حد كان يتوقع ان احنا نتعادل مع موزمبيق في الماتش الاولاني؟ مستحيل. طب الناس كلها كانت بتقول ان موزمبيق الفسوخه بتاعت مصر، في مصر لعبتها قبل كده 3 مرات، احنا ومصر شخصيا قلنا كده بصيغ وبتصعد مختلفه حتى في البرنامج. للمنصات التتويج من خلال موزمبيق. طب موزمبيق تتعادل معاك وليها اليد العليا في كتير في كتير من الاوقات، وتخسر 3-0 بسهوله ومع من نهايه الراس الماتش الاخضر. بتاع البرنامج كانوا متضررين، يعني كانوا متضايقين مع نهايه الماتش، كانوا مش فرحانين قوي بالتعادل. اكيد. وبالمناسبه شفت برضو بعد ماتش غانا لقاء صحفي مع حارس مرمى منتخب غانا، تمام. متعكنن جدا، متعكنن جدا ان هو اتعدى، وبيتكلم عن ان الموضوع كان مفروغ منه ان هم اللي غانا، خايفوا. اه والله. طب تخيل ان غانا دي اوحش نسخه من نسخ غانا طوال تاريخها. يعني نسخ غانا بقالهم 10 سنين مش هم غانا. خلي بال حضرتك، الراس واحنا الاخضر كمان قبل نفس الاعمال. البطوله قالوا ان احنا الفرقه اللي هنكسبها بسهوله غانا. وده معناه ايه؟ معناه ان الكاب فيردي او الراس الاخضر دارسين فرق المجموعه بتاعتنا، طبعا عارفين كل كبيره وكل صغيره. احنا مع الاسف ما عندناش الكلام ده، احنا مش دارسين. يعني خليني اقول لك على جزئيه كده، يعني فيتوريا دايما احنا كنقاد رياضيين او لازم نساند، يعني كاعلامي او كصحفي طبعا رياضي او دور وطني، انت بتتكلم عن للمنتخب منتخب. الوطني. طبعا لكن في طبعا النهايه انت بتظهر قدامك علامات انت مضطر انك انت تتناساها او تتلاشاها من اجل الصالح العام. لكن لما تيجي تلاقي الامور ماشيه مستغرقه في الاخطاء، فانت لا، انا صبري نفد وما اقدرش اتكلم كده، ما اقدرش زي اسكت. ليه؟ زي ايه؟ اولا فيتوريا، احنا انا لغايه دلوقتي مش شايف ليه اي كرامات، يعني ما فيش اي كرامه لفيتوريا تخليني اقول ان هو المدرب الواعد الذي يصلح لتدريب المنتخب مش المصري. لوحدك اللي شايف كده. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، هو مدير فني ناجح لانديه. انديه طيب اذا كان هو مدير فني ناجح لانديه، ليه اجيبه جرب فيا؟ ما هو التجارب اللي عندي سواء مصريه او غير مصريه، كانوا بيدربوا انديه وجم مدربوا منتخبات فشلت التجارب معاهم، طب ليه اجرب انا تاني؟ طب ما اختار المدير الفني الذي يمتلك السي في والقدره على قياده منتخبات، وعندي نماذج كتيره جدا ناجحه في افريقيا. هو مش على المفروض راسهم ان هيرفي رينار مثلا، ده شوف عامل ازاي، حلو، راجل مدرب منتخبات وناجح. المدير الفني للمنتخب مش المفروض ان تبقى اموره اسهل نسبيا من المدير المفروض، الفني وراجل للنادي قاعد اللي هو بيشتغل واخد خلاصه لعيبه الدوري؟ بالظبط كده، وهو مش تعبان، مش عايز اقول لك مش تعبان في حاجه اكتر من ان هو ايه، راجل بيشتغل في السنه كلها حوالي صحيح. 3 4 شهور، طب وانت عندك بطوله مجمعه، معسكر ولا البطوله اتنين المجمعه بالكتير. دي يبدو انك انت، انا حاسس ان فيتوريا انه مندهش، يمكن اول مره يلعب في بطوله مجمعه، حاسس ان الامور مش مظبوطه. انا حتى الامور الفنيه واختياراته اللاعبين من 55، واختار فلان واستبعد فلان، واختار عبد الله السعيد وسيب عبد الله السعيد، واختار مش يعني بيختار اسماء وفي الاخر بيختار عكسها تماما. طب انت خياراتك مثلا في اختياراتك هي المشكلة الفنية، في الأسماء اللي بيختارها ولا في تمركزهم بص في الملعب طبقا لتوجيهاته؟ والله، بص يا استاذ كريم، انا ازمتي مع المنتخب
اجمالا وليس تفصيلا، بمعنى المنتخب ظهر بشكل مش كويس، فده مأثر على كل عناصره، مأثر على الشكل، مأثر على اللعيبه مش ظاهره في مستواها. يعني نقول لك اللعيبه تحررت بعد خروج صلاح، ده كلام هنجيله بعد شويه، لكن في النهايه المنتخب ككل لم يظهر بالشكل المناسب خلال ال 180 دقيقه اللي اتلعبوا، وده لغز كبير جدا.